جديد وأهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم تتابعوننا عبر منصات هنا لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن هنا من أمام مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، وهي أحد المستشفيات وهي إحدى المستشفيات التي تستقبل جرحى الانفجارات التي حدثت يوم أمس في أجهزة البيجر، وهي أجهزة المنادات الخاصة بعناصر حزب الله وأيضا العاملين في صفوف حزب الله وفي مؤسسات ووحدات تابعة لحزب الله من العسكريين وأيضا من المدنيين. وفي حصيلة يعني مستجدة للجرحى، بلغ عدد الجرحى طبعا في حصيلة رسمية من 2800 جريح إلى 3000 جريح حتى هذه اللحظة، وأيضا ارتفع عدد الشهداء ليبلغ اليوم 12 شهيدا بينهم طفلان، طفل وطفلة. الطفلة تبلغ 8 سنوات والطفل يبلغ 11 سنة من العمر. طبعا مشاهدينا يعني آلاف الجرحى، نتحدث عن حدث أمني خطير حصل يوم أمس عند الساعة 3:30 في الضاحية الجنوبية لبيروت وأيضا في مناطق الجنوب وأيضا في مناطق البقاع وبعض المناطق السورية لدى كل العاملين مع حزب الله. وهذا الجهاز الذي يحملونه من أجل التواصل هو جهاز اتصالات لاسلكي يحمل أرقام ورموز، وهي عبارة عن شيفرة يتم التواصل بين عناصر حزب الله. نتحدث عن تفجير يعني نحو 3000 جهاز بيجر. هناك العديد من السيناريوهات التي تم التحدث عنها، هناك من تحدث وهناك روايات قالت أن هذا الانفجار أو هذه الانفجارات حصلت بعد اختراق السيرفر، ويعني حيث حصل أوفرلود على الأجهزة وإرسال رسائل تثقل من عمل هذه الأجهزة وبالتالي تؤدي إلى يعني سخونتها وانفجار بطارياتها. وهناك روايات أخرى تحدثت عن تفخيخ الأجهزة. يعني مشاهدينا نتابع معكم من أمام مستشفى الجامعة الأمريكية من هنا مشاهدينا هذه المستشفى التي تشهد عمليات مكثفة لجرحاها. سيكون معنا بعد قليل نقيب الأطباء يوسف بخاش، هذا الطبيب وهو يعني الذي يساهم في إجراء العمليات الجراحية هنا في مستشفى الجامعة الأمريكية لبيروت. القدرة الاستيعابية ضيقة جدا بسبب توافد عدد فائض من الجرحى تفوق القدرة الاستيعابية لمستشفى الجامعة الأمريكية، لذلك منذ أمس تجرى العمليات وحتى هذه اللحظة، وهناك الكثير من الجرحى الذين ينتظرون دورهم من أجل أن يدخلوا إلى غرف العمليات. جميع يعني الإصابات أتت في الأيدي وفي الأقدام وأيضا في الخصر، وللأسف هناك من فقد بصره، هناك العديد من الجرحى الذين فقدوا أبصارهم، إذ أن الطريقة التي حدثت فيها الانفجارات كانت دقيقة ومدروسة جدا، إذ أنها رسالة كما يحكى، هناك رسالة وصلت إلى هذه الأجهزة، وعندما يعني حملها لتلقي الرسالة عناصر حزب الله كانت الأجهزة تلقائيا بالقرب من الأعين وأيضا بالقرب من الخصر ومن الأقدام، وأدت أيضا إلى تشظي وإصابة من كان حول وبمحيط وبجوار حاملي هذه الأجهزة، لذلك كان العدد هائل، عدد الجرحى كبير وهو بالآلاف طبعا بحصيلة رسمية من 2800 إلى نحو 3000 إصابة حتى هذه اللحظة. من هنا مشاهدينا من أمام مستشفى الجامعة الأمريكية، هي أحدى المستشفيات التي تتلقى ربما العدد الأكبر من الجرحى ومن المصابين. نتحدث عن 12 شهيدا حتى هذه اللحظة، بينهم طفلان، طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وطفل آخر يبلغ من العمر 11 سنة، وهناك 300 حالة حرجة من الإصابات. للأسف هناك وظائف لأعضاء تعطلت، هناك أيضا أقدام وأيادي طبعا أطراف بترت نتيجة هذه الانفجارات. هو حدث مأساوي يعني بكل ما للكلمة من معنى، استهدفت لبنانيين على كافة الأراضي اللبنانية في
الضاحية الجنوبية لبيروت في البقاع، في قرى بقاعية ومناطق بقاعية، وأيضا في قرى جنوبية وفي مناطق جنوبية، وأيضا في بعض المناطق السورية. هناك العديد من الدول التي عبرت عن دعمها وتضامنها مع لبنان جراء هذا الحادث، إزاء هذا الحادث الأليم الذي ألم بلبنان، الأردن، العراق، تركيا، مصر وإيران طبعا، وبعض الدول الذين أجروا عبر مسؤوليهم اتصالات برئيس حكومة تصريف الأعمال للتعبير عن تضامنهم. معنا الآن نقيب الأطباء يوسف بخاش، وأنت أحد الأطباء اللي عم بتقوم بعملية جراحية للجرحى والمصابين اللي وصلوا على مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت. خبرنا أكثر كيف واقع المستشفى اليوم، كيف وضع الجرحى اللي عم يوصلوا. هلا اذا بدنا نحكي بواقع المستشفى، كلنا بنعرف اليوم انه كل مستشفى قدرت استوعبت حسب قدرتها الاستيعابيه، وفيما يخص الجامعه الامريكيه قدرت انه تهتم فيما يقارب ب 200 مريض. اليوم كل المرضى تحت العنايه، تحت السيطره، كله عم بيتلقى العلاج اللي هو بحاجة له، والعمل جاري ضمن غرف العمليات من قبل كل الطوائم الطبية الاختصاصيين، إن كان العيون أو جراحين الترميم أو جراحين الإيد أو جراحين العظام، ليقدر يقدموا هذه الخدمات بأسرع وقت ممكن لعدد الجرحى المتواجد عندنا بالمستشفى. هو بالفعل جراء يعني فقدان القدرة الاستيعابية أو العدد الفائض اللي عم يوصل على المستشفى، هناك الكثير من الجرحى لا يزالون ينتظرون دورهم للدخول إلى غرف العمليات، يعني بعد في ناس ما فاتوا على غرف العمليات حتى هيدي اللحظة. أكيد هلأ نحن هون بهيك حالة وبهيك وضع بيصير في تنسيق وتقييم لوضع كل مريض، يعني المريض اللي هو بحاجة أنه يتعالج بطريقة طارئة دجا أخذ عمليته وانعملت عمليته امبارح وقت وصلوا على المستشفى، وهنالك مرضى عم بيعانوا من جروح وإصابات طفيفة، هودي بينطروا وبيعطوا دورهم للي هو بحاجة أكثر، يعني بيصير في تنسيق، وهذا البروتوكول العادي اللي كل المستشفيات بتعتمدوا والعالم كله ومنظمة الصحة العالمية بتعتمدوا لحتى تعمل الترياج وتنسق بين كل المرضى لحتى كل واحد يقدر يوصل له العلاج بالوقت المناسب. طيب آخر سؤال حضرة النائب، يعني اليوم بحسب مشاهداتك فينا كيف فينا نوصف وضع المرضى؟ يعني اليوم المرضى كحالة فينا نعتبر أنه الأغلبية كانت حالتهم تم تعطل وظائف بأعضاء جسمهم، تم بتر أطرافهم، يعني فقدوا بصرهم الأغلبية. كيف شفت أنت بمشاهداتك؟ هل رح يتم يعني رح تصير حالة الاستشفاء بسرعة أو لا رح نكون أمام مسار طويل من العلاج؟ لا هلا في كتير عدد من المرضى الإصابات، أكيد يعني إصابات، أنا إذا بدنا نحكي عن الإيد إصابات بتر، مع الأسف ما قدرنا نحن نستحصل على الأجزاء المبتورة، ولو استحصلنا عليها كانت هي كتير مهمشة ما منقدر نحن نرجع نوصلها، يعني هيدي فترة العلاج مبدئيا أو التعافي رح تكون سريعة، ولكن كمان في بعض الإصابات ولكن عددهم يمكن أكيد أقل، وهن بحاجة إلى عدد كبير من العمليات وعدد من العمليات الترميمية بالعظام وبالأوتار ليقدروا يرجعوا يسترجعوا نسبة معينة من الوظيفة. نائب الأطباء يوسف بخاش، الدكتور يوسف بخاش، شكرا كثير على مداخلتك ويعطيك ألف ألف عافية. يعطيكم العافية. الله يخليك يا رب. إذا مشاهدينا عم نسمع طبعا من النائب الدكتور يوسف بخاش اللي هو عم بيساهم بشكل رئيسي بإجراء العمليات داخل مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت. طبعا هو شاف بأم العين واقع المرضى داخل المستشفى، وبحسب ما خبرنا هناك آلية الترياج اللي بيقوموا فيها حيث بتم تقييم وضع المرضى وتشخيص لإعطاء الأولوية للحالات الأكثر حرج والحالات الأكثر خطورة من أجل دخولهم إلى عمليات باللحظات الأولى لوصولهم للمستشفى، ومن بعدها بتم تقسيم المرضى بشكل تدريجي بحسب من الأخطر إلى الأقل خطورة بالنسبة للحالات من أجل إعطاء الأدوار للدخول إلى العمليات. بنذكر هناك من فقد بصره، هناك من فقد أطرافه، هناك من فقد وظائف وتعطلت وظائف بأعضاء أجساده. رح نحاول نحكي مع بعض الأهالي الموجودين في باحة
الجامعة الأمريكية أو مستشفى الجامعة الأمريكية لبيروت لمعرفة أكثر عن وضع أبنائهم. طبعا يعني الوضع حساس، ولكن رح نعرف، رح نحاول قدر المستطاع. يعطيك ألف عافية. أهلين. حضرتك بانتظار أحد أقربائك، مين في إلك؟ ابن أختي كمان ضرر نتيجة الانفجارات اللي صارت امبارح. كيف وضعه؟ أول شيء طمنا. يعني هذا بعده بالعمليات، بعد ما طلع اليوم نزلوه على العمليات وبعد ما طلع. خبروك شيء بالنسبة للأضرار اللي لحقت فيه؟ بس ولا شيء، قالوا لنا إنه سووا له ده هلا وبعد عيونه. بعد عيونه. تمام. وفي حدا تضرر معه؟ كان حدا معه؟ ما بنعرف. كان بس ما حكيته معه أبدا؟ ما صار في أي تواصل معه؟ بلا، بيحكي وكل شيء. طبيعي. عادي. طبيعي. تمام. بس إنه وضعه حرج شوي. وكيف كانت العناية الصحية والطبية بالمستشفى؟ هل تم تأخيره أم فات دغري على المستشفى؟ أكيد كل شيء تمام. أكيد كل شيء تمام الحمد لله. تمام. الله يشفي حبيبي. يعطيك ألف عافية. الله يخليك. إذن يعني مشاهدين، عم نحاول قدر المستطاع إنه يعني نعرف شوي عن واقع المرضى داخل المستشفيات وكيف عم بتتم العناية الطبية. الوضع حساس، الوضع دقيق جدا، خاصة بالنسبة للأهالي الموجودين اليوم بحالة صعبة، عم ينتظروا مصير أبناء وأقرباء أمام باحة المستشفى منذ ما بعد ظهر يوم مبارح. عم ينطروا المصير، كل يعني أم أو بي أو خي أو أخت عم ينطروا أولادهم وأخواتهم داخل غرف، يعني عم ينتظروهم ليظهروا من غرف العمليات لمعرفة وضعهم أكثر. رح نجرب كمان ناخد بعض الأهالي المتواجدين، رح نشوف بعدسة الزميل محمد كركي. يعني رح نجرب مشاهدينا. يعطيك العافية. حضرتك موجودة من لما جينا الصبح وموجودة هون، بدك تخبرينا من إلك بالمستشفى؟ ابن أختي تضرر نتيجة الانفجارات اللي صارت بالأجهزة. امبارح كان ماشي على الموتو وصيدلي، طالع من صيدليته ماشي على الطريق وفجأة بيفجر فيه الجوز. إن شاء الله الأضرار مش كتير فاتحة، يعني على تكلة الله. بعد ما شافوا الحكيم عينه بعد بده عملية وإيده شوي، متكلين على الله. إن شاء الله على السلامة. الله يسلمك. الله يعطيكم العافية. وحضرتك كمان معه جوزة يا حبيب قلب. يعطيك ألف عافية. الله يشفيهم يا رب. يعني الله يعافيك. مشاهدينا عم نحاول ننقل الصورة قدر المستطاع من أمام الجامعة أو مستشفى الجامعة الأمريكية لبيروت. أكيد يعني كل الجهود استنفرت قواها مبارح بعد حصول هيدا الحدث الأمني، كل الجهود استنفرت قواها لتأمين أو تسهيل كل الأمور داخل المستشفيات. وزير الصحة أوعز لكل المستشفيات لا يعني تعزيز جهودها واستنفار كافة جهودها وكافة طواقمها الطبية لاستقبال المرضى، استقبال الجرحى والمصابين وعدم حصول أي مشاكل في المستشفيات. طبعا هناك طوق أمني كبير حصل على مداخل بعض المستشفيات من أجل السماح لسيارات الإسعاف بالدخول وعدم حصول أي تأخير أو أي عوائق. إذن مشاهدين عم نتابع بعدسة الزميل محمد كركي حالة يعني التأهب وحالة الاستنفار للأهالي أمام المستشفى. هناك حزن، هناك مأساة، هناك أسف كبير للي صار. هناك صدمة بعد يعني لحد هذه اللحظة بعض الأهالي ما وعيوا على الصدمة اللي صارت. فعليا هو حدث دراماتيكي صار بمسار الأحداث الأمنية اللي عم نشهدها بلبنان. ما حدا كان بيتوقع أنه بلحظة من اللحظات وبنفس اللحظة يصير فيه انفجار لكافة أجهزة المنادات وأجهزة البيجر الخاصة ب
عناصر حزب الله وطبعا كل العاملين من مدنيين على وجه الخصوص وايضا مستشفيات، بحيث انه ايضا احد الممرضين او احد العاملين بمستشفى الرسول الاعظم كان من ضمن الشهداء ومن ضمن الضحايا اللي سقطوا نتيجه هيدي الانفجارات. بنذكر انه هيدا الجهاز، جهاز البيجر، مش بس بيكون مع العسكريين، بيكون كمان مع المدنيين، ان كانوا بمستشفيات، ان كانوا بصيدليات، ان كانوا بمراكز اجتماعيه، للتواصل فيما بينهم عبر رموز وعبر ارقام خاصه. يعني مشاهدينا عم نشوف بعدسه الزميل محمد كركي الاهالي عم ينتشروا بباحه المستشفى، الاهالي ناطرين مصير أبنائهم، كتار من الجرحى والمصابين هلأ بهيدي اللحظات داخل غرف العمليات. طبعا هناك من فقد بصره وهناك من فقد أطرافه وأيضا من تعطل وظائف وإعضاء جسمه. عم نشوف طبعا كل هيدي المشاهد هي عم تتكرر هون أمام مستشفى الجامعة الأمريكية، وأيضا أمام مستشفى المقاصد، أمام مستشفى أوتيل ديو، أمام مستشفى الرسول الأعظم، الساحل، بهمن، وفي مختلف المستشفيات على كافة الأراضي اللبنانية، بحيث أنه هذا الحدث حصل بنفس الوقت عند الساعة 3:30 من بعد ظهر مبارح بلحظة واحدة بالتزامن بمختلف المناطق اللبنانية. فكانت الحصيلة، حصيلة الجرحى لحتى هذه اللحظة من 2800 لحدود 3000، وهي حصيلة رسمية أعلن عنها وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال فراس أبيض. إذن مشاهدينا هيدا هو الجو حتى هيدي اللحظة. طبعا دائما رح نوفيكم بكافة التفاصيل وكافة المستجدات حول هيدا الحدث الأمني اللي هز لبنان وهز الرأي العام اللبناني والعربي. أنا بشكركم على حسن المتابعة، كان معكم محمد زهوي والزميل محمد كركي من خلف الكاميرا.